أنهت البورصة المصرية التعاملاتي على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع. هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي نحو 1,011,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 695,600,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 19% ليغلق عند مستوى 10,726 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1,894 نقطة. امتدت الارتفاعات أيضا لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وارتفع بنسبة 70% ليغلق عند مستوى 2,848 نقطة. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 15.65 جنيها، بالنسبة لسعر البيع 15.78 جنيها. نصل اليورو سعر شراء 17.29 جنيها، سعر البيع 17.43 جنيها. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني يسجل سعر شراء وصل اليوم إلى 20.58 جنيها و20.75 جنيها بالنسبة لسعر البيع. أما بالنسبة للعملات العربية نبدأ بالدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4.26 جنيها، سعر البيع 4.30 جنيها، وأخيرا الريال السعودي 4.17 جنيها بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع سجل سعره وصل إلى 4.21 جنيها. في أسواق المعادن النفيسة، واصل الذهب العالمي ارتفاعه مسجلا 1,940 دولارا للأوقيه. أما على الصعيد المحلي فسجل عيار 18 نحو 766 جنيها، ولمس عيار 21 سعره وصل إلى 894 جنيها، في حين وصل سعر عيار 24 اليوم إلى 1,022 جنيها. وأخيرا نصل معكم مشاهدينا إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 7,152 جنيها. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط حوالي 3% بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل. وارتفعت العقود الأجلة لمزيج برنت بنسبة 3.1%، ووصل السعر اليوم إلى 101.09 دولار للبرميل. أيضا صعد الخام الأمريكي بنسبة 3%، ووصل السعر اليوم إلى 97 دولارا و84 سنتا للبرميل.